مساء الخير وحياكم الله في هذه الحلقة من الراصد. العديد من الموضوعات المهمة جدا، لكن الأهم دائما وأبدا مشاركتكم عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة. بداية الحلقة للعناوين. في مثال للإنسانية والتضحية، عنوان الربع يضحي بنفسه ويواجه الموت لإنقاذ طفل، رحمك الله يا بطل. والشورى يطوي الجدل ويضع الضوابط المنظمة لزواج القصر. أيضا تشاهدون في حلقة الليلة اتفاقية بين العدل والصحة لاستفادة حاملو بطاقة أولوية من خدمات كتابات العدل المتنقلة. ومختصون يحذرون من النهم الاستهلاكي وانتشاره دون مبرر منطقي. في بداية حلقة اليوم يقول مسلم ابن الوليد في أحد قصائده: يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يسطر التاريخ مواقف عظيمة للتضحيات، إلا أن التضحية بالنفس أعظم تضحية بكل تأكيد للإنسان. في موقف يندى له الجبين وقصة عظيمة سطرها أحد أبناء منطقة الجنوب الكريمة، موقف يحمل كل معاني التضحية والفدائية والإنسانية، هو أشبه بنهاية فيلم هوليودي يحبس الأنفاس ويبكي مشاهديه. قصة بطلنا اليوم علوان الربعي رحمه الله، أثناء سيره شاهد سيارة تسير باتجاه طفل بريء فرمى بنفسه تجاه السيارة ليكون سدا منيعا عن الطفل ولتدهسه السيارة، ويبقى هذا الطفل على قيد الحياة وبقي ليحفظ ذكرى علوان في هذه الدنيا. طبت حيا وميتا يا علوان، وجبر الله كسر طفليك وطفلتيك ووالدتهم، وطبعا بكل تأكيد فاضت روحك لبارئها، ويبقى هذا الموقف الشجاع خالدا في ذاكرة الجميع. للحديث عن هذا الموقف الشجاع والبطولي تخليدا لذكرى هذا البطل بكل تأكيد ينضم إلينا الإعلامي من أبها الأستاذ يحيى جابر الربعي، وهو أحد أقارب هذا البطل المتوفي. أستاذ يحيى مساء الخير وحياك الله في الراصد. أهلا أهلا أستاذ عبد الله، المبدع شاكر ومقدر التقديم الجميل لهذا الموضوع المهم. الله يحييك. بكل تأكيد يعني أن المشاعر مختلطة، نعزيكم ونعزي أنفسنا بكل تأكيد فقدان هذا البطل على هذا العمل النبيل والعظيم. بكل تأكيد إضافة إلى الحديث عن المشاعر الفخر والاعتزاز بقيامه أيضا بهذا الفعل البطولي، نبغى تفاصيل عن طبعا هذا الموقف، تفضل. اولا انا اعزي طبعا الشعب السعودي كافه يعني في هذا، لان هذا بطل على ملته ودوله. هذا يذكرنا بالعمل البطولي اللي عمله يعني الشاب الذيب وجاسر في الولايات المتحده الامريكيه، عندما ضحوا بانفسهم من اجل وغرقوا من اجل انقاذ طفلين امريكيين، وكرمهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وهذه الدوله الكريمه. العموم الموضوع طبعا هو بطولي وإنساني كما ذكرتم بكل تفاصيله. طبعا علوان عيسى سعيد الربعي من عسير، هو الرجل شاهد طفل أو زي ما تقول شاب في الأول متوسط طبعا في الشارع، وسيارة متجهة إليه طبعا بدون قصد، ضحى بعمره أو بجسده من أجل إنقاذ هذا الطفل. وطبعا أصيب بإصابات بليغة قبل أسبوعين، دخل على إذرها العناية المركزة وتوفى رحمة الله عليه، ونحن فخورين صراحة بأن يكون في وطننا شاب مثل هذا الشاب. بكل تأكيد نبغى أشياء عن الجوانب الشخصية أيضا في علوان رحمه الله. نعم طبعا هو متزوج ولديه طفلين، احمد 15 سنه وعيسى 12 سنه، مصاب طبعا بالسكر شفاه الله.
أيضا لدي طفلتين وزوجتي حامل الآن على وشك الولادة، والدتي طبعا كبيرة في السن وتعاني من أمراض، الأخ علوان طبعا لا يوجد لديه وظيفة رسمية وكان موظف على وظيفة شركة نقل مدرسي وبمرتب بسيط جدا، وطبعا أيضا أعتقد أنه غير مرتبط بالتأمينات الاجتماعية، لا يوجد لديه منزل. طبعا أنا أناشد من هذا البرنامج الرائع جدا والمتميز اللي نفخر فيه ولاة أمرنا بالنظر في تكريمه، تكريم يليق لأن احنا في بلد كريم كالمملكة العربية السعودية، كلها أبطال الحمد، فهذا عمل بطولي إنساني على أعلى المستويات صراحة يفخر بهذا الشعب الكريم. بالطبع مشاعر أهله وذويه أستاذ يحيى، يعني أبغى أدخل من ناحية المشاعر بالنسبة لأهله وذويه أيضا. صحيح صحيح، أنا أيضا قبل ما أدخل هذا الموضوع عاجلا كذا، بس طبعا هناك يوجد لدينا جمعية البر الخيرية الموجودة في أبها، يوجد لديها ميزانية ضخمة جدا، أتمنى من عبر برنامجكم هذا أن يوفروا له سكن، يعني زي ما تقول الأسرة الكريمة هذه، لأنهم لم يتيتموا هذا وللأطفال المملكة العربية السعودية، فأتمنى أنهم يبنون له منزل. طبعا بالنسبة ل طبعا القبيلة أو الأهل المتوفى يشعرون بالفخر طبعا، لله الحمد أبنائهم كانوا معنا اليوم في العزاء وأمس، يعني صابرين ومحتسبين وفخورين بوالدهم، المشاعر الحمد لله يعني على أعلى المستويات لأن العمل بطولي، وطبعا تعرف رجل مؤمن وصالح الإيمان بقضاء الله وقدره. يعني أنا أشكر من هذه البرنامج أيضا جريدة الوطن ممثلة في الأستاذ عيسى الربيعي، وعكاظ ممثلة بالزملاء خادم ريح وقباس، الله يحفظهم ويحفظك وكل من تناول هذا الموضوع. الإعلام مهم جدا، مهم جدا بالتأكيد، يعني دور مهم أنه نستعرض ونبرز مثل هذه القصص الإنسانية العظيمة ومثل هذه المشاهد أيضا البطولية، يعني تخليدا لهذا الموقف ولهذه الذكرى التي يستحق هذا البطل علوان. كل الشكر لك من أبهى الإعلامي الأستاذ يحيى جابر الربعي، أحد أقارب المتوفي. الآن ينضم إلينا هاتفيا والد الطفل اللي طبعا بكل تأكيد كانت فدائية علوان تجاه هذا الطفل أنقاذا لحياته لله الحمد، وبالتالي وفاة علوان رحمه الله، الأستاذ علي العرفجي والد الطفل ينضم إلينا، حياك الله أستاذ علي. حياكم بداية نعزيك أيضا في علوان بكل تأكيد، وأنت تحمل الكثير من المشاعر تجاهها، خصيصا لما تحدثنا عن أنه طفلك أنقذ بكل تأكيد وبالتالي جاءت وفاة علوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله عز وجل أن يترمد التقيد واسع رحمته وفضله ومسكينه وفسيحه جناته وأن يجعله من أهل الجنة إنه على كل شيء قدير سبحانه. هذا الرجل ضحى من أجل إنقاذ هذا الطفل وكان في عمله أمينا حتى قبل حصوله على الحادث، كان يتراصل معي بالابن إذا غاب أو شيء من هذا القبيل. رجل نشهد له بالوفاء وبالأمانة، والآن جاءت عز وجل خاتمة وهذه الحسنة، هذه الخاتمة حسنة، فلعلنا نعتبره إن شاء الله من الشهداء، وهنيئا له بهذه الخاتمة الطيبة، ونحمد الله على سلامة ابننا. الحمد لله طبعا على سلامة ابنك، ونسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لعلوان هذا البطل اللي استعرضنا هذه القصة بكل تأكيد، قصة التضحية بنفسه إنقاذا لهذا الطفل اللي هو طبعا ابنك. شكرا جزيلا على المداخلة أستاذ علي العرفجي. نعزيكم في علوان وأهله، وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه، قدم نفسه وفداء لي رحمة الله عليه، ونقدم لأهله ولأهله العزاء، والله إن شاء الله أن يغفر له ويرحمه، والسلام عليكم.
أعلنت وزارتا العدل والصحة تنفيذ مشروع تعاون يستطيع من خلاله حاملو بطاقة أولوية التي تصدرها وزارة الصحة الاستفادة من خدمة كتابات العدل المتنقلة والتي أطلقتها وزارة العدل قبل أكثر من عام، ويمكن لحاملي بطاقة أولوية إرفاق صورة البطاقة عبر تطبيق وزارة العدل على الأجهزة الذكية ليأتي كتاب العدل لتقديم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، وتمنح وزارة الصحة بطاقة أولوية لفئة محددة من مراجعي المنشآت الصحية لتيسير حصول المستفيدين منها على الخدمات الصحية. أما كتابات العدل المتنقلة فهي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل، ليضاف إليها الآن من يحمل بطاقة أولوية مهما كان عمره. للحديث بشكل أوسع عن هذه الاتفاقية ينضم إلينا هنا في الاستوديو المهندس عماد السعيد، وهو مدير محفظة التوثيق بوزارة العدل. مهندس حياك الله معنا في الراصد. الله يحييك بيك. مساء عليكم على الزملاء المشاهدين. الله يحييك. يعني خلينا نتكلم عن هذه الاتفاقية ما بين طبعا أولوية، لو نشرحها وكيف تم الاستفادة منها بالنسبة لكم في وزارة العدل لخدمات طبعا التوثيق المتنقل. طبعا كتابات العدل المتنقلة هي مبادرة، يعني أحد مبادرات التحول الوطني 2020 وبرنامج التحول الوطني، خدمة اجتماعية تبنتها وزارة العدل لخدمة المستحقين لها من الفئات الخاصة والغالية علينا من كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى في منازلهم، وأيضا حتى في المستشفيات ودول الرعاية. بطاقة أولوية هي بطاقة أيضا تعتبر أحد مبادرات وزارة الصحة، تخدم نفس الفئات الخاصة هذه. نعم. وتصدرها وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية بشكل مسرع، يعني تقدر نعتبرها أنها بطاقة الشخصيات المهمة VIP للاستفادة من خدمات وزارة الصحة الحكومية، وهي يعني مبادرة أيضا اجتماعية من قبل وزارة الصحة. طبعا VIP نتكلم على مستوى الحاجة الطبية بالنسبة لكبار السن أو من يصعب عليهم بكل تأكيد يعني الوصول. طيب يعني نقدر نقول أنه جاء هذا الاتفاق للاستفادة من فئات محددة لدى الوزارات من قاعدة بيانات، فبالتالي مباشرة الاستفادة من خدمات تقدمها وزارة العدل. أي نعم. هذه هي الاتفاقية. أي نعم. اللي حصل طبعا هي مبادرتين تعتبر اجتماعية. نعم. وتقدم مركز الإنجاز والتدخل السريع اللي هو أحد هيئات أو مراكز وزارة التخطيط والاقتصاد بتقديم مقترح أنه يكون في شراكة بين الوزارتين، لأنها بالنهاية خدمة اجتماعية، وهذا التكامل الحكومي يقدم ميزة إضافية بإذن الله للفئات الغالية علينا. من هم يعني عادة هذه الفئة المستفيدة لو نحددهم الآن على أساس المشاهدين اللي ما انضموا لهذه البطاقات يبادرون أيضا وهم من هذه الفئة؟ هم طبعا التصنيف، خلنا نقول تصنيف العلمي لهم، هم كبار السن. إيه؟ كبار السن ما يبدأ عمر حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية هم يبلغ عمره 65 فما فوق، وذوي الاحتياجات الخاصة. وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. طبعا، وأيضا المرضى المنومين في منازلهم سواء كان لتنويم مؤقت أو تنويم دائم، يعني فهذه خدمة تقدم، البطاقة تقدم لهم، وأيضا كتاب وزارة العدل تقدم خدمة كتابات العدل المتنقلة لهم سابقا، فالآن أصبح في شراكة وأصبح يمكن الاستفادة منها مباشرة. جيد. في حال حصولك على بطاقة أولوية، الخطوات الآن اللي مع بطاقة أولوية؟ طبعا اول شيء لازم ينزل تطبيق وزاره العدل، هذه اعلان كذا مجاني، تستاهلون على شغلكم الفتره الماضيه، تستاهلون. الله يجزاك خير. طبعا تطبيق وزاره العدل يقوم بتحميل المستفيد على جواله في الاجهزه الخدمه الذكيه سواء الاندرويد او الاي او اس الابل، ثم بعد ذلك يستطيع انه يدخل مباشره عن طريق التطبيق الى صفحه كتابه العدل المتنقله، ثم يدخل بياناته الرئيسيه، ثم يختار الموقع الذي سيخدم فيه. ممتاز. يعني كانها خدمه سوي شير للوكيشن، شير لوكيشن مباشره. ايه؟ وياتي كاتب العدل، طبعا هو يختار الموعد المتوفر حسب موقعه، ياتي كاتب العدل مثلا في ظرف 24 ساعه 48 ساعه حسب توفريه الخدمه في المنطقه المقدم فيها. لاي كتابه كانت؟ طبعا خدمه كتابه العدل المتنقله تقدم اصدار الوكالات. المستفيد يستطيع اصدار وكاله للتعامل باي اجراء داخل وزاره العدل او خارج وزاره العدل. ممتاز. وايضا في الرياض حاليا يستطيع أن يقوم بعملية إفراغ، يعني حتى هو في بيته مستحق للخدمة. يشتري ويبيع.
ياكل أراضي؟ يبيع بس، خلينا خلينا حاليا يبيع لانه يشتري معناته انه يعني مقتدر. طيب عملية، طيب خلينا نتخيلها، كيف ممكن انه يصل هذه العربة والتجهيزات، وبالتالي كيف يقدم الخدمة ايضا داخل العربة ولا ينزلون في البيت؟ عطنا التصور. هذه من الانجازات اللي الحمد لله تمت يعني بدعم من يعني معالي ولي العهد وتوجيهات سمو الملك سلمان، اللي هي تقديم الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان بما يزيد من رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية. فتبنت الوزارة بدعم أيضا من معالي وزير العدل الدكتور ريد الصمعاني هذه المبادرة كأول مبادرة أطلقت لوزارة العدل في 2017. فكرتها تراها يعني للتقنيين حنا بسيطة، حقيبة فيها لابتوب كمبيوتر محمول وفيها اتصال بالإنترنت وفيه طابعة لا تحتاج طابعة زي الجوال، وكاتب عدل، وكاتب عدل طبعا. ايه يروح بسيارته كانك طلبت كريم او اوبر او مرسول حتى. لا تسوي لهم دعايات، ما انا لازم عشان احنا قلنا دعايه لوزاره العدل احنا ندخل كل الشركات التقنيه، طيب احنا لان صرنا ننافسهم فلازم اذكرهم كمثال. فيجي كاتب العدل لهم طبعا ويخدمهم بخدمه كانه في مقر كتابه العدل نفسها. ممتاز. يقدم له طبعا يجهز المكتب الجلسه، ثم يخلي المستفيد يدخل بياناته الأساسية هويته ومعلوماته، ثم يصدر الوكالة مباشرة وهو في المقر ويطبع الوكالة بصك. طبعا سابقا كنا نطبع الوكالات، الآن قبل شهرين ألغينا طباعة الوكالة رقمية، أصبحت رقمية. فيقوم بالإجراء هذا والطابعة راح تستخدم إن شاء الله في شيء آخر. والمدد عادة يعني من يطلب الشخص الموعد، عادة المواعيد متى تكون؟ طبعا احنا راعينا أنه طبعا المواعيد تكون متوافقة مع مع احتياجات المستفيدين، ففي مواعيد صباحية وفي مواعيد مسائية تصل إلى الساعة 10 مساء. والمدة يعني اليوم الواحد يقدر يحصل خلال 24 ساعة 48 ساعة عسى ما في مواعيد طويلة. المستهدف طبعا أن نحاول قدر الإمكان خصوصا في مدينة الرياض أن ما يتجاوز 48 ساعة أبدا. وصلنا فترات أن كانت 24 ساعة، لكن ممتاز. مع دخول بطاقة أولوية أيضا زادت الفترة 48 ساعة. لكن في المدن الأخرى إن شاء الله أنه خلال، لو أنا قررت اليوم أني أنا مستفيد لكتابة العدل متنقلة أقدر أقدم طلب، طبعا في أيام الأمن الرسمية أقدر أقدم طلب مباشرة بكرة إذا كان يعني كحد أقصى 48 ساعة. أي نعم. ممتاز. تجي كل الخدمات تقدم لي طبعا المستفيد. أينا. هي العربات كانت مفتوحة للجميع صح كخدمة ولا لا كانت فقط للي يصعب حضورهم إلى المحاكم؟ فقط للي يصعب حضورهم لكتابة العدل. لكتابة العدل. ممتاز. عدد العربات نقول إنه في عدد كافي أيضا المناطق المغطات. حاليا تقريبا نغطي 12 مدينة رئيسية وعندنا تقريبا 52 مركبة مخصصة للخدمة هذه. وطبعا من ضمن خطة المبادرة أنها تتوسع أكثر، يعني حاليا غطينا الرياض وجدة والدمام، يعني إذا في وقت أسألهم لك الرياض وجدة والدمام، وبدأنا بعدها بتبوك وخميس مشيط ونجران ثم بريدة وعنيزة، ووصلنا إلى آخر مدينة تم إطلاق فيها كانت أبها، وجاري العمل على أنها يكون فيها أيضا في الجبيل والحد الجنوبي. الحد الجنوبي من بداية المبادرة يوجد كاتب عدل متنقل لخدمة أخواننا المرابطين هناك، يستحقون أكثر بعد. طيب وعموما أيضا الآن أي شخص يقدر يقدم على البوابة سواء حاملي البطاقة أو من يشعر أنه يصعب حضوره إلى من خلال التطبيق الإلكتروني. أي نعم مباشرة. جيد، نتمنى لكم التوفيق وياك خصوصا في وزارة العدل، أمانة لكم تحركات وجهود ملحوظة. شكرا لحضورك معنا وأيضا لحديثك المهندس عماد السعيد مدير محفظة التوثيق بوزارة العدل. شكرا مهندس. الله يبارك فيك. حياك الله. حذر مختصون من النهم الاستهلاكي الذي ينتشر لدى الناس دون مبرر منطقي، حيث تحاصر الأسر السعودية طبعا بسيل من حملات الدعاية والإعلانات للمهرجانات التسويقية في كل مكان وزمان ومن خلال أكثر من وسيلة، خصوصا وأن هناك أيضا سباق يترافق مع أساليب تسويقية جديدة وأساليب إعلانية مثيرة ووسائل إعلامية جذابة. وقد يصاب المجتمع بالترف والإسراف وغياب ثقافة الادخار
الدولار، وربما يدفع بالحصول طبعا على المال بأي وسيلة إشباعا لهذا النهم اللي له الكثير من المضار على الجوانب الاقتصادية. غالبية البنات عندهم مشاكل التفاخر أو وسيلة بشكل عام والمباهاة بشكل غير طبيعي في كله، حفلات مش عارف إيش إلى آخره. على طول الحفلات، في أسر تحرج أسر، عندنا حفلة فيجي يضطرون أو مناسبة فتضطر الأسرة المسكينة يعني على قدها تضطر تجامل وتشارك بهدية بشغلة إلى آخره. في حفلة زواج وفي حفلات خطبة، والمشكلة في حفلات مولود، ومؤخرا سمعنا في حفلات طلاق. وبعدين تعالوا، وين رايحين انتم؟ يوميا 5 مرات ولا 3 مرات قهوة من 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 حد الكافيهات، لازم اروح مشوار واخذ لي قهوة، ما لا داعي، 2-3 باليوم ما لا داعي. حتى المطاعم نسبة الطبخ في البيوت، مو كل البيوت أيضا لا أعمم، نسبة الطبخ في البيوت للوجبات الرئيسية صار قليل جدا جدا. كله مطعم، الله يخليها تطبيقات، والله يخليها مطاعم، سواء بتطبيق ولا تروح، وتشخيص وتصوير على هالطاولة. ينضم إلينا من جدة المحلل والباحث الاقتصادي الأستاذ علي الحازمي. حياك الله أستاذ علي. أهلا يا سيدي، أهلا وبالمشاهدين. الله يحييك. بداية، كيف تقيس مدى مستوى النهم الشرائي والاستهلاكي داخل المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. لقياس هذا الأمر حقيقة يتطلب نعمل يعني مقارنة بالدول. يعني مثلا عندما نتحدث عن قطاع المطاعم لدينا، هذا يصل إلى 79 مليار ريال تقريبا، وإذا قارنا بأن 26% من دخل الأسر هو يذهب إلى المأكولات وإلى المشروبات، تقريبا شهريا ما يكلف من سلع بمختلف أنواعها يصل إلى 80 مليار ريال بشكل شهري. طبعا أنا أتفق مع المقطع بشكل كبير بأن التطبيقات هي اللاعب الكبير في هذا الأمر، وربما هناك أسباب أخرى، نتحدث عن سرعة الحياة، نتحدث عن أسرة يتكون الأب والأم مثلا في أعمال تضطرهم إلى الرجوع إلى 4 أو 5 في العصر، ولكن هذه ليست مبررات كافية. نعم. الأمر الآخر، المطاعم أو الذهاب إلى المطاعم ينظر له كثير من المواطنين نوع من أنواع الترفيه. يعني عندما تقرر أسرة الذهاب إلى المطعم، أحيانا يكون الأكل يأتي في المرتبة الثانية، أما المرتبة الأولى فهي لتغيير جو في المطعم أو في المكان الذاهبين إليه. فإذا نرى بأن المسببات كثيرة، أحيانا نستطيع أن نلقى أعذار أو نجد أعذار، وهناك يعني حقيقة الأكل الصحي أمر جيد واجب ومهم. طيب برجع لك في المسببات، لكن نستضيف صاحب المقطع قبل قليل أستاذ عبد العزيز الخضيري الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك. أستاذ عبد العزيز مساء الخير، حياك الله معنا في الراصد. هلا، مساك الله بالخير. يعني كنت تتحدث عن إحدى معززات النهم الاستهلاكي فيما يتعلق بالتباهي، خليني أسألك عن أبرز المعززات أيضا لو تعيد سردها، تفضل برأيك. حياك الله. الحقيقة أنه غير معززات، قضية تناقضات استهلاكية. يعني تناقضات، واحد عنده ديون وبنفس الوقت يشتري له سيارة فارية علشان أصحابه ولا عشان يشخص ولا علشان، وأن يتناقشون شباب ولا أسر عن غلاء بعض حملات الحج مثلا، وأنا معهم في الغلاء لكن يتكلمون عن غلاء حملات الحج، لكن لا يمنع يشتغل، لا يمنع أنه يستدين يسافر برا بأضعاف أسعار يعني مثلا الحج وهي شعيرة. وهذه مظاهر مرصودة، وين الدافع فيها؟ طيب أقول لك شوي، بس يعني أعطيك بعض النقاط اللي أنا ما ذكرتها في المقطع لأنه يعني وما جاء على بالي. مثلا يا أخي، لما يجي الأضاحي تناقشون عن غلاء الأضاحي وش الأضاحي وهي شعيرة، لكن لا يمنع أنه يعني يصرف أمواله في أشياء أقل
ما هي شعيرة وأقل من كذا بكثير. القضية عندنا قضية نظام الأولويات، إحنا ما عندنا أولويات. أنا فكرة مو يعني حتى أنا ساعات يعني في عائلتي لا أستطيع السيطرة بالكامل، هي القضية عامة، مو أنه أنا أحسن واحد وأنه أنا الصح والباقي غلط، لا هي القضية قضية حق مجتمع نعم استهلاكي، في وقت أنه يفترض ببعض الخطط أنه لا يا أخي لا يعني تخيل يروح المطاعم. أنا أتفق مع هذا الأستاذ الضيف الكريم قال فعلا هو ترتيب وتغيير جو وبعدين يأتي الأكل المرتبة الثانية، لكن يا أخي أنا لما أذهب للمطعم أدفع 10 أضعاف فيما لو عملته في المنزل. أنا ما أقول لك أقول للمطاعم، أنا أقول النعم العظيم للمطاعم، النعم العظيم للمعنيش للمقاهي. يعني ما أقول لك لا روحوا، أنا أتكلم للأسر اللي يشتكون، للأفراد اللي يشتكون، طبعا ما أعلم على كل الأسر، أنا أتكلم عن من يحتاجون ادخار بنفس الوقت لا يستطيع أن يدخر بسبب سلوكيات أو تناقضات استهلاكية يفترض يعالجها من جديد. طيب أنا سألتك على الدافع أستاذ عبد العزيز في إيجاب مثل هذه التناقضات، يعني ليش موجودة هالتناقضات؟ قلت لك ترى المفاخرة هذا عنصر أول. الشيء الثاني يعني ما عنده، نفتقد إلى الآن ثقافة الادخار، نفتقد إلى الآن ثقافة الاستهلاك الحقيقي. ما معنى الاستهلاك الحقيقي؟ أضع ريالي في مكانه الصحيح مثلا قدر الإمكان، قدر الإمكان. ما عندنا شيء، لو شوف الدورات اللي تأخذ في الادخار والدورات في ميزانية الأسرة وميزانية المنزل والدورات كثيرة ومدى شؤون الأسرة الحالي، يعني حتى الدولة يعني وفقها الله استشعرت هذا الخطر فانشات مجلس شؤون الاسره جهه حكوميه تابعه لوزاره العمل، من ضمن مهامها النقاط هذه على فكره. طيب استاذ علي، تتفق مع الاستاذ عبد العزيز في غياب العديد من المفاهيم الاقتصاديه ثقافيا بالنسبه للكثير من الافراد مما زاد من هذه المشكله، اضافه لوجود عدد من الاشكاليات الاجتماعيه تتعلق بالتفاخر وايضا حب المظاهر، واذا ما تحدثنا ايضا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيزها اجتماعيا؟ تفضل. نعم حقيقه انا اتفق مع الاستاذ عبد العزيز جمله وتفصيلا، ولكن لنكن منصفين، المجتمع قاسي جدا ويضطر احيانا بعض الاسر ذات الدخل المحدود لتواكب هذا الوضع. تخيل يا سيدي انه مثلا شخص يعني يرى بان التليفون او الجوال ابو كشاف يفي بالغرض، انا لا احتاج ايفون، انا لا احتاج سامسونج، المجتمع لا يرحم، المجتمع ينظر الى هذا الشخص لانه رجل بخيل، بانه رجل حقيقه لا يرفه على نفسه. وأتفق أيضا بأن الدولة قد تنبهت لهذا الأمر. عندما نعود إلى برنامج القطاع المالي هناك ركيزتين أساسيتين لهذا البرنامج، أولا إيجاد كيان وطني معني بالإدخار وهو يساعد الأفراد والأسر على إيجاد منتجات إدخارية. الركيزة الأخرى هو إيجاد كيان وطني للتثقيف المالي يساعد الأسر والأفراد أيضا على التخطيط المالي. يعني الدولة من أعلى السلطة هي متنبهة لهذا الأمر، ولكن هي ثقافة مجتمع، ما نعاني منها هي ثقافة مجتمع، والمجتمع قاسي حقيقة ولا يرحم ذو الدخل المحدود ولا تستطيع الخروج عن هذا المسار. لأن احنا يعني لنكن يعني واقعيين، الحياة في الغرب مختلفة، تلبس ما تشاء، تركم ما تشاء، حياة منعزلة فرديا، يعني هناك احنا حياة مترابطة اجتماعيا، الكل يرى ما لدى الآخر. نعم هذه المشكلة، وانا يعني 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 اكون يعني منصف حقيقة بان هذه القضية قضية مجتمعية بشكل كبير، وانه يعني الأفراد أحيانا نعم يذهب إلى البنك لأخذ قرض ليسافر لأن جارنا من عائلة فلان سافر، وأحيانا لماذا عائلة فلان تركب جي إم سي وأحنا نركب كامري؟ هذه قضية يعني في نقطة مهمة أيضا، هذه يمكن الارتكاز الأهم، وبسأل الأستاذ عبد العزيز، كثير من المنطلقات لدى الكثير من الآباء اللي يعانون أمانة اقتصاديا في هذه الفترة مع ارتفاع عدد المظاهر. أستاذ عبد العزيز فيما يتعلق يقول لك والله ما نبحارم عيالي،
أشوف لدى الكل، فبالتالي كيف ممكن يواجه طبعا هذه التحديات الاجتماعية؟ وهل تتفق مع رأي أستاذ علي أن المجتمع ما يرحم خصوصا فيما يتعلق بالأمر بالمظاهر؟ تفضل. وتحديدا بالاستهلاك. أستاذ عبد العزيز سمعت سؤالي؟ أستاذ عبد العزيز سألتك عن حديث الأستاذ علي أن المجتمع يقول لك ما يرحم، أيضا كثير من الآباء يقول لك والله أنا ما ودي أحرم عيالي في ظل طبعا انتشار مظاهر الاستهلاك المرتفعة للعديد من المنتجات، بالتالي مدى اتفاقك وكيف يمكن مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية؟ تفضل. أنا أتفق جدا. الأسر المحتاجة أو الوالدين يعيشون بين سندان الاحتياج ومطرقة المصاريف ومصاريف الأولاد بالذات، وأذكر شاركتنا مؤخرا قبل أسبوعين أنه فعلا يعيشون هذا الموضوع، يعني في أسر فعلا يعني تقع في حرج شديد عندما تطالب بناتهم ومراهقتهم وابنائهم لما يشوفون، لا مؤاخذة بين قوسين يعني ما احترامي لهم، السوشيال ميديا إعلانات حقيقية ميت حقيقية، فبالتالي حتى الإعلان حق مشروع، لكن السوشيال ميديا عملت شغل كبير يعني للأسف تأثير كبير. أنا اللي بقوله ولو بدي أطيل عليكم الحقيقة وشاكر لكم على طرح هذه القضية المهمة، إنه لم 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 نخرج من هذه المشكلة إلا بتوجه كامل من الجهات المعنية والعلاقة الحكومية وحتى غير حكومية في موضوع تنمية ثقافة الادخار أو ثقافة الاستهلاك. ثانيا الشيء المهم هو الحاجة هي التي تقرر الشخص يضع رياله في مكان صحيح أو يقلد الآخرين. جيت كل شكر لك ضيفنا هاتفيا من الرياض الأستاذ عبد العزيز الخضيري الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك. أعود إليك أستاذ علي، وإحنا نتحدث عن جوانب اقتصادية، يعني كثر الحديث عن نجوم وشهر السوشيال ميديا، الإعلان المضلل وكنمط حياة، تصوير طبعا هذه الاستهلاكات كنمط حياة وبالتالي إيصال هذه الصورة للمتلقي، كثير من الجهود أيضا الوزارية في التنويه أنه هذا إعلان وليست حياة طبيعية، باعتقادك أنه هذا أمر مساهم في إيجاد أنظمة تضبط هذه الصورة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالتالي ترفع من نمط الاستهلاك؟ نعم بكل تأكيد، يعني وسائل السوشيال ميديا هي المحرك الأساسي حقيقة في الإعلانات. وقبل فترة بسيطة أتوقع مجلس الشورى قد رفع بدراسة وتوصيات إلى وزارة الثقافة والإعلام، وكان هناك شروط حقيقة وبعض الضوابط للسوشيال ميديا وعن الإعلانات، وسترى النور قريبا أنا أتوقع في الربع الأول من 2019 سوف يكون لها إعلان بشكل كبير، وهذا يدل على أن الموضوع أصبح معني من جهات عليا في الدولة، وبأن المرحلة القادمة لا تتحمل هذه الأمور من التفاخر، لأن المرحلة القادمة تتوجب وجود مواطن أو شعب يعي الثقافة المالية، يعي الثقافة الادخارية، ويعلم بأن المرحلة القادمة هي مرحلة لتهيئة اقتصاد للوطن، يكون كل واحد وكل فرد هو مسؤول مسؤولية تامة عن برنامج تحول وطني وعن برنامج رؤية وطنية. جيد، والعودة حتى فيما يتعلق بالنهم الاستهلاكي للوضع الطبيعي، قبل يمكن عقد ونصف أو عقدين ما كانت موجودة هذه المظاهر، إذا تتفق أستاذ علي. نعم أتفق. أنا أتوقع وهذا دليل أو إثبات بأن وسائل السوشيال ميديا كان لها تأثير مرة يعني بشكل كبير وترابط العالم بشكل كبير، وأصبح كقرية واحدة وتستطيع أن تعرف المنتجات الجديدة في دولة ما، وتستطيع أن تطلب أونلاين، وتستطيع يعني التجارة الإلكترونية لعبت دور كبير في هذا الأمر. فأنا أتوقع قبل عقد أو عقد ونص من الآن صحيح كان التركيز بشكل كبير على يعني الإنتاجية، على أساسيات الحياة، على التعليم، على صحة. أما الآن الموضوع بدأ يخرج من يعني عن المسار، ووجود أشخاص مثل أخونا عبد العزيز وهذا التثقيف حقيقة يحسب له يعني وهذه القضية يعاني منها كل بيت حقيقة، قل عدد هذا البيت أم كثر.
وهذه الانعكاسات ايضا استاذ علي مش فقط ترى على الاسره وضغوطات ماليه، ترى حتى الافراد. نشوف كثير من الشباب الان اصبح يستصعب امر الزواج وايضا القدره الماليه فيما يتعلق فيه، ايضا كثير من الامال وكثير من المشكلات ايضا ربما طبعا النهم الاستهلاكي اسهم في انه تتفاقم منها، مثلا لو تحدث اسكان او ما الى ذلك. يعني يصير الشخص يقول والله انا ما اقدر اشتري بيت فاقعد اصرف فلوسي، فتعيش في هذه الدائره الغير منضبطه اقتصاديا. تتفق في هذا الجانب؟ اتفق. اتفق يا سيدي. يعني نتحدث عن الاصلاحات الهيكليه التي حدثت في الاقتصاد، اللي هو من ضريبه القيمه المضافه وارتفاع اسعار الكهرباء والبنزين، وكان هناك دراسات تشير بان النمط الاستهلاكي للافراد سوف يتغير بشكل كبير، وانه من الممكن في 2018 ان تقل النسبه من 9% في النمو في هذا النمط الاستهلاكي الى 3.5%. ولكن عندما تتتبع الأرقام وترى بأنه المتوسط ما يصرف حقيقة هو 79 إلى 80 مليار شهريا، ولا يختلف هذا الرقم كثيرا عن 2017، تكتشف بأن المجتمع ما زال بحاجة ماسة إلى إيجاد برامج ادخارية، برامج تثقيف مالي يعني بشكل كبير. ويجب أن تكون هذا الموضوع جدي حقيقة على مستويات سواء الوزارات بشكل كبير. شكرا لحضورك أيضا لحديثك حول هذا الموضوع المهم جدا، المحلل والباحث الاقتصادي الأستاذ علي الحازمي، شكرا لك مرة أخرى. طوى مجلس الشورى صفحة الجدل الذي ظل عالقا منذ أعوام بعد أن نجح في تمرير مشروع بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القصر، والتي انعقدت بأقصر عقد النكاح لمن هم دون 18 عاما سواء كان طبعا ذكور أو إناث على المحكمة المختصة، وأيضا منع عقد النكاح تماما لمن لم يتم 15 عاما. فزواج الصغيرات دون هذا السن قد ثبت ضرره الصحي والنفسي والاجتماعي، وبدأت ربما على الفتاة بشكل أكبر، وقد يجعل حياتها في خطر على حسب ما أوضح بعض الأطباء وأيضا المختصين. وبطبيعة الحال فإن مجلس الشورى في سبيل محاربة الظواهر المجتمعية طبعا السلبية له الحق في مناقشة أي ضوابط تتعلق بزواج الفتيات القاصرات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وكتاب الله وسنة رسوله. للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع، هذه التوصية أيضا تنضم إلي هنا في الاستوديو الكاتبة والباحثة في قضايا الطفل والمرأة والعمل الإنساني الأستاذة هوازن الزهراني. حياك الله أستاذة هوازن معنا في الراصد. أهلا، مساء الخير. كيف شفتي موضوع ضبط زواج القاصرات اللي ظل عالق فترة ماضية؟ بالأمس طبعا طلع الخبر، الشورى بالأغلبية يصوت حول عدد من التنظيمات فيه. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا اليوم بنتكلم عن قضية زواج القاصرات، من أهم القضايا في المجتمع العربي والسعودي. ولما نتكلم عن قضية زواج القاصرات، هو زواج يعني نجي نقول تعريفه هو غير متوافق، لا من ناحية الاجتماعية ولا ناحية النفسية ولا الفكرية، لأنه تكون المرأة غير مهيئة للزواج. طبعا هو ليس بغريب انه المملكه العربيه السعوديه تحتضن هذا انه تمنع هذا الزواج القاصرات، ولكن هو ليس منتشر عندنا حقيقه مقارنه بالدول الاخرى مثل مصر واليمن، هي اعلى المستوى عندهم. وهو منتشر في بعض الاماكن اللي يعني نقول فيها المناطق الريفيه او القرويه، زواج القاصرات بحسب العادات والتقاليد الموجوده عندنا في المملكه العربيه السعوديه، ولكن هي تعتبر ظاهره اجتماعيه ما بين الاسره والبنت المقبلة على الزواج. والأهداف وضرورة تنظيمها فيما يختص أنه تحت 18 سنة، نتكلم أنه الزواج يكون في المحكمة وبأمر شرعي بكل تأكيد، وأين يمنع تحت 15 سنة أيضا. نعم. أهمية وجود هذه الضوابط أيضا فيه. عموما هو نحن عندنا اتفاقية دولية حقوق الطفل، هو الطفل يبدأ من يكون من عمر من يوم يولد. نعم. إلى 18 سنة هذا هو طفل، بعد 18 سنة يبدأ يكون عنده سن البلوغ والرشاد إنه هو يقدر يختار. طبعا أنا أرجع تاني وأقول
في يعني في ظل الحكومة الرشيدة بظل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهي ليس بغريب في تطوير المرأة وتمكينها، وهي أرجعت أنا أقول هي ظاهرة اجتماعية. أنا اليوم أستغرب أنه عاملين هيوج على بعض القضايا في الإعلام ويتكلموا عن زواج القاصرات وأنه أب منع طفلة روحت عملت لجوء، يعني هي تعتبر هي قضية في النهاية قضية بين الأب وابنته، يعني ما تأخذ إن هذه الأبعاد إنها تأخذ المساحة الكبيرة إنها تشويه للمملكة العربية السعودية بظل هذا القرار. لا يمكن القياس على مثل هذه. نعم بظل هذا القرار يثبت إنه المملكة العربية السعودية حقوق المرأة السعودية موجود ومتفق عليه عرفا دوليا، وهذا يساعد لتمكين المرأة. اليوم إذا ما كان في تمكين المرأة اليوم ما كنت أنا موجودة معكم في الاستديو. وكثير من الحالات أيضا والمواضيع كثر النقاش فيها أيضا بالنسبة للشورى فيما يتعلق بالمرأة والطفل طبعا. تنظيم الحقوق أيضا على كافة الفئات لأن تكون هناك أنظمة وأيضا ضوابط لكافة المواضيع. أيضا كيف تشوفين الحراك فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالطفل وأيضا المرأة؟ حقيقة أنا اليوم بجد يمكن أنا أتكلم من زمان يمكن أكثر من 10 سنوات عن قضية المرأة والطفل، وكان بين قوسين كان قضايا التحرش الجنسي. اليوم أنا لما جاي أتكلم اليوم يعني اليوم المملكة برؤية المملكة 2030 وظل الحكومة اليوم المرأة بتأخذ سواء المرأة أو الطفل إن هما نصف المجتمع، يعني حقوقها موجودة، تمكينها صار أكثر استقرار وأمان، وأكيد نحن نطلع المزيد والمزيد. ما بس يعني أنا أرجع أحب أنوه للمشاهدين مو بس إنه قضية يعني الآن المملكة إنها تتوجه سياسيا ولكن اجتماعيا، وهذا أهم من الأشياء اللي إحنا نطرحها بالمملكة العربية السعودية. جيد، الاتصال جاهز يا شباب. طيب ينضم إلينا الدكتور هادي اليامي وهو عضو بمجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية. حياك الله يا دكتور معنا في الراصد. أهلا وسهلا أخي الكريم. بداية نبغى نأخذ أبرز التفاصيل حول هذه طبعا التوصية وما حدث داخل قبة الشورى. شكرا لك الله يحييك. تحياتي لك ولضيفتك الكريمة، ويعني امتدادا لحديثك عن هذا المشروع يعني أؤكد أن هذا المشروع جاء يعني تأكيدا وجهدا مشتركا بدأته الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة من جهة، ومجلس الشورى من جهة أخرى، حيث استشعرت تلك الجهات أهمية إيجاد ضوابط للزواج المبكر، ويعني عرضوا ذلك وحيل هذا المشروع بداية بعد أن عد بداية من المؤسسات الحكومية المعنية وحيل المجلس، والمجلس حقيقة أخذ حقة من النقاش ويعني حوار التفاعل الإيجابي داخل اللجنة المختصة ثم داخل المجلس، وكما أشار المتحدث الرسمي للمجلس بأنه وافق المجلس بعد دراسة مستفيضة على ضوابط الزواج المبكر والتي قصرت عقد النكاح لمن هم دون 18 ذكرا كان أو أنثى على المحكمة المختصة أو من يقوم مقامها، يعني من يقوم مقامها نقصد المحكمة المختصة هي محكمة الأحوال الشخصية، ومن يقوم مقامها في بعض المناطق يعني لا يوجد محاكم أحوال شخصية بل تكون محلها المحكمة العامة من خلال القاضي المختص، أن تفهم أنها جهة رسمية أيضا لا يكون على مأذون أنكحة أو عمل فردي أحيانا هو الجهة المختصة المحكمة هي لمن تأذن لذلك وفق الضوابط اللي أقرت أيضا داخل هذه التوصية. كما أيضا المجلس استشعر من بأهمية وضع حد أدنى للزواج بالنسبة وبمنع عقد النكاح لمن لم يتم 15 ذكرا كان أو أنثى، وهذا توضح كما أشرت جاء على لسان. وبالنسبة إشارة لموضوع الحد الأدنى، طبعا منطلق المجلس في هذا هو ودليله هو المصلحة وقاعدة التقييد المباح، يعني هذا هو المنطلق الأساسي فيما يتعلق بتقييد عقد النكاح ومنع لمن هم دون 15. نعم هذا هو السؤال دكتور، يعني هذه التوصية راعت كافة الجوانب أخذت كافة المنطلقات لتحقيق المصلحة العامة. أحسنت، أنت أشرت في بداية حديثك وأنا أثني على حديثك أن المجلس راعى توافق هذه الضوابط مع الشريعة الإسلامية وأيضا مع الاتفاقيات الدولية ومع الأنظمة الصادرة في المملكة اللي هو نظام حماية الطفل، وسواء فيما يتعلق بالحد الأعلى للسن المقرر أو بالنسبة للحد الأدنى
أشرت له في التوصية الثانية والتي طرح فيها المجلس. كان هناك أيضا أكد تفضل في هناك توصيات لم تنشر دكتور حول طبعا النقاش؟ أبدا، الضوابط التوصية كانت توصيتين كما أشرت لها في بداية حديثي، والضوابط جاءت مكملة لهذه التوصيتين، والضوابط يعني أكدوا فيها على ما يتعلق باختصاص المحكمة والإجراءات اللي تتخذها المحكمة، وحددت بالتحديد الإجراءات اللي يفترض على المحكمة أيضا اتخاذها فيما يتعلق بموضوع تقديم الطلب من الشاب أو من الفتاة، وأيضا تحقق القاضي من موافقة الشاب والفتاة، عدد من الضوابط المهمة جدا. واستشعر المجلس، المجلس أعضاء وأبوات المجلس آباء وأمهات ومتعدد التخصصات من الشأن القانوني والشرعي والطبيب والنفسي والاجتماعي، وكل هذه التخصصات وهذا التنوع، وهذا يعني ساهم مساهمة كبيرة حقيقة في خروج هذه الضوابط بالشكل اللي اطلعنا عليه واستمعت إليه في الإعلام. ويمكن ضيفتي أيضا تحدثت في الاستوديو عن هذا الحراك أيضا فيما يتعلق بالأنظمة والضوابط المتعلقة بأفراد الأسرة، أكيد المجلس انعكاس بكل تأكيد للأسرة. شكرا جزيلا لمداخلتك معنا الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية. أرجع لك طبعا أستاذة هوازن، وكنا نتحدث طبعا في هذا الإطار اليوم قاعدين نشوف كافة القضايا، أو خلينا أنا أختلف شوي مع وصفك لها بأنها ظواهر، وأشوفها مشكلات اجتماعية موجودة في كافة المجتمعات طبعاً. بالنسبة للعالم تتفاوت النسبة من مشكلة إلى أخرى، أهمية أنها تطرح كافة المشكلات وأهمية أنها تنظم وأيضا تضبط، لأنه إحنا نتحدث عن منطلقات رئيسية لما ننطلق في تأصيل أي قضية وأن تطرح، وبالتالي حتى تصل لأن تقر وتكون نظام تدخل ضمن عدد من الأطر، أكيد مراعاة الشريعة الإسلامية بما فيها تحقيق المصلحة اللي هو الهدف الأسمى بكل تأكيد في هذا الجانب. طبعا لما اليوم احنا نتكلم، هي انا ارجع تاني اقول هي ظاهره او مشكله اجتماعيه تكون هي ترجع تاني بقول لك تقاس على الاسره من العادات والتقاليد. يعني تجي تلاقي في مناطق انهم بيزوجوا البنات مبكرا، في اماكن في المدن الكبيره تلاقي البنات تزوج متاخر، واليوم انا اشوف انه صار عندنا يعني البنات ما بيتزوجوا بدري، هذه مشكله صار عندنا مشكله كبيره يعني يعني كون حدث يمكن صار او مشكله صارت انه صار يطبق انه المملكه العربيه السعوديه انه عندنا احنا زواج القاصرات مقارنه بالدول الاخرى مصر واليمن. ويمكن طفله يمكن سمعتوا عنها قضيه الطفله ندى الاهدل في اليمن اللي انتشرت في المملكه حول العالم، وانها كانت تعاني من زواج القصر، وموجود كثير انهم بيعانوا مقارنه بالمملكه العربيه السعوديه. يعني انا اشوفها هي مشكله يعني حتختفي. وممكن ترى عدد من الاشكاليات متعلقه غير الاشكاليات الصحيه والنفسيه، نتكلم على الزواج بالاكراه بالارغام، واحنا نتكلم على اطفال ربما لا يمكنهم ايضا اختيار طبعا القرار. لما تجي يعني طفل عمره 15 سنه تتزوج حيكون بيتعاني من الناحيه النفسيه غير مهيئة، من ناحية الصحية غير مهيئة في الحمل والولادة، ونسمع كثير ناس إنهم بتتزوج سن مبكر وتلاقيها بعد فترة إنها بتتعب أطفالها حتى ما تعرف تربيهم. وأكثر الناس اللي بيتعرضوا إنه يعني بتلاقيها بتتزوج زواج القصر تلاقيهم من أهاليهم يعني اللي عندهم جهل في التعليم، يكون يعانوا من الفقر، فتلاقيها تضطر إن الأسرة تزوج ابنتها عشان مقابل المادة. ولازم نعرف انه الزمن يتغير طبعا، والتطورات تغير، وتمكين اليوم المرأة. يعني اليوم انا يعني اليوم انا اقف واتكلم مع الرؤية 2030 واحنا نتكلم عن زواج القاصرات، هذا شيء مؤلم صراحة حقيقة. يعني احنا الان في تطور والحمد لله، انت شايف كيف اليوم انه المرأة صارت مع يعني بتاخذ مناصب وزارية بالطبع، وبتخرج نحن في النهاية شقائق الرجال ما فيها شك ولا 1%. طبعا أكيد. شكرا جزيلا لحضورك، وكنت معنا هنا في الاستوديو الأستاذة هوازن الزهراني الكاتبة والباحثة في قضايا الطفل والمرأة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. لنهاية حلقة اليوم وحلقة الأسبوع من الراصد، الموعد يتجدد الأحد القادم. الله يحفظكم، فمان الله.